بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وأنا أعلم أنكم أيها الإخوة أو كلكم أو كلكم صائمون في هذا اليوم، ومع ذلك فقد آثرتم أن نلتقي في هذا المسجد والمجلس المبارك، وأن تطوي إلى ما بعد العشاء صيامكم. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة صوم الصائمين وببركة هذا الإقبال على هذا المجلس الذي آمل وأرجو أن يكون من المجالس التي ترضي الله عز وجل. أسأل الله عز وجل ببركة صوم الصائمين ودعائهم وببركة هذا المجلس أن يستجيب دعاءنا، وأن يفرج عن إخواننا المسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينزل الله سبحانه وتعالى جام انتقامه على أعداء دينه، وأن يرينا من ذلك خارقة من خوارق نصره لعباده المؤمنين. والله عز وجل على ما يشاء قدير، وهو بالإجابة جدير. نعم، نحن بدأنا بباب الجهاد، وفي الدرس الماضي والذي قبله استعرضنا الآيات التي افتتح بها الإمام النووي الباب. ولأمر ما تأتي المناسبة متفقة مع هذا الوضع الذي يمر به العالم الإسلامي. نعم، نبدأ الآن بالأحاديث. يقول الإمام النووي: وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر. فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أيضا الحديث متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذه الأحاديث كلها تدور على محور واحد، وتتضمن بيان حكم واحد، ألا وهو أهمية الجهاد ومركزه في دين الله سبحانه وتعالى. فهو يأتي بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبر الوالدين. الحديث الأول لم يذكر بر الوالدين، لكن الثاني ذكر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم فيما يقول، يعني لكل مقام مقال. عندما يأتي شاب له أبوان ينبهه إلى
أن بر الوالدين مقدم على الجهاد، كي لا يأخذه الحماس فيترك أبويه اللذين يحتاجان إلى خدمته ثم يلحق بصفوف المجاهدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صرح بهذا عندما جاءه إنسان يستأذنه، شاب يستأذنه للخروج إلى الجهاد، قال: ألك أبوان شيخان؟ قال: نعم. قال: اذهب ففيهما فشاهد. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى عندما أجاب عن السؤال الأول كان السائل رجل كبير في السن لا يتوقع أن يكون له أبوان، لكن في المرة الثانية السائل شاب، نبهه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن الجهاد ما ينبغي أن يقفز فوق بر الوالدين، بر الوالدين قبل كل شيء. نعم، في حالة النفير العام إذا داهم العدو بلدا ودخل عندئذ هذا الشرط يزول، الأب والولد والأم والأم حتى كل من يتأتى منه الجهاد يجب عليه الخروج. وقد ذكرنا ضابط ذلك في درس مضى، بل أكثر من مرة ذكرت ذلك. وقد قلت أن الجهاد أنواع، الجهاد بالكلمة دعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد دفع المال في سبيل سد الثغرات وفي سبيل تجهيز الجيوش جهاد، والجهاد بالنفس أيضا من أهم أنواع الجهاد، كل ذلك جهادا في سبيل الله. هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الأجانب يترجمون كلمة الجهاد دائما إلى كلمة الحرب المقدسة. نعم، ويفسرون الحرب المقدسة بأنها عبارة عن تربية من الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين أن يكونوا حاقدين على الآخرين دائما، وأن يكونوا يعني ظامئين للدماء، وأن تكون مهمتهم دائما قتل الناس البراء والاتجاه إليهم ذات اليمين وذات الشمال، وهم يرون أن هذا العمل عمل مقدس. وهذا المعنى عشيت به أفكار الصغار والناشئة، تربية يعني لها هدفها ولها خطتها ومقصودها، لا يعني مقصودها يعني لكي لا يتهيأ يوما ما واحد من هؤلاء الغربيين الذين حشيت أذهانهم بهذا التصور للجهاد أن ينزل إلى الإسلام نزلة إيجابية، لكن ديننا بريء من هذا. ديننا يقول الأصل هو السلم، والحرب يأتي عرضا دواء عند داء. الأصل هو السلم، والحرب نضطر إليها عند المعالجة، عندما نجد أنفسنا مضطرين إلى الحرب. وذكرت لكم في الدرس الماضي والذي قبله الظروف التي تستوجب الجهاد، ولا داعي إلى أن قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا بيان الباري سبحانه وتعالى، وهذه الآية من الآيات المدنية نزلت في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديننا الذي نعتز به لا يعلم تقتيل البراء، لا يعلم القتال العشوائي. لا يمكن أن يأذن لإنسان ما عندما يدعو داعي الجهاد أن يقتل عشوائيا وهو يبحث عن زيد من الناس. ليس في ديننا هذا الشرع أبدا بشكل من الأشكال. ديننا يقول، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى أن قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها
فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه شرعة الله عز وجل الباقي إلى اليوم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، ما في له سبب، قتل نفسا ولم يقتل هو نفسا حتى يقتص منه، أو فساد في الأرض لم يفسد في الأرض، لا أفسد في الأرض ولا قتل نفسا بريئة. من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هكذا يقول إسلامنا. أما الكاذبون المفترون فالحقد يدفعهم إلى أكاذيب وافتراءات لا حد لها. نعم، وكما قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تحبونكم ولا يحبونكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذا وصف الله عز وجل لهؤلاء الناس اليوم. الحرب المقدسة من قال؟ تعالوا ادرسوا الإسلام الذي نعتز به. الجهاد حسن الإنسانية في الشريعة الإسلامية، الجهاد حسن السلام في الشريعة الإسلامية. نعم، الغرب هو الذي يتشبع اليوم بما يسميه الحرب المقدسة بين المسلمين. الغرب هو الذي الآن يعيش هذا المعنى ويهيئ نفسه لهذا الأمر. أنا لا أستطيع أيها الإخوة أن أغض الطرف وأن أتناسى الجرائم الوحشية القذرة التي تتم اليوم أمام سمع العالم الإسلامي وبصره. مهما كان موضوعنا لا بد أن يجرنا إلى هذا الحديث. والعالم الإسلامي لم يصل من الحمق والغباء بحيث يصدق أن هذا الذي يجري في أفغانستان من تقتيل البراء ومن تهديم البيوت على رؤوسهم ومن تهديم المشافي ومن إلجاء اليتامى والنساء والصغار إلى الرحيل والشرود إلى حيث لا يعلمون، نحن لم نصل من الغباء والحمق إلى درجة أن نتصور أن هذا عبارة عن ملاحقة للإرهاب. أي أحمق يتصور هذا؟ نحن الحمد لله لم نصل إلى هذه السذاجة بعد. الرجل صاحب العين الحيلاء، صاحب العين الحيلاء ينظر إلى المجرم ذات اليمين، ولكنه لكي يذهب إليه عينه الحيلاء تهديه إلى الطرف الأيسر، فيتجه إلى الطرف الأيسر وينحط تقتيلا من أناس برعاء لأنه أحول. لكن الغرب لا يعاني من حول في البصر، وإنما يعاني من حول في البصيرة. نعم، قال أحد المسؤولين الأمريكان، قال هذا الشيء لا بد منه عند القتل، عند الحرب لا بد أن يعني يذهب بعض البراءة ضحايا، بعض البراءة ضحايا، وأين هو الواحد الذي قتلتموه إلى الآن؟ من هو الذي قتلتموه بحق منذ شهر إلى الآن؟ أنا أتحدى أن يكون قد قتل واحدا فقط بحق. كل القتال يستحق ويدير رحاه على البراء. يعني أخذتم بالبادئ وكان هؤلاء ابنين له وعياذا تعثروا عليه. القتال كله لم يدر رحاه إلا على هؤلاء البراء. هذا الكلام كلام قذر، كلام لا ينبغي أن يرتفع من الأرض بشكل من الأشكال. سن ماذا قال؟ قال الذين قتلوا يوم 11 سبتمبر كانوا أكثر. ها، إذن لأن 5000 أو 6000 بريء قتلوا، إذن ينبغي أن تقتلوا 6000 من البراء أينما يوجدوا.
لكن اقتلوه من الامريكان يا اخي، اقتلوه من اي يعني، لماذا لماذا افغانستان؟ واي شريعه هذه التي تقول هذا الكلام؟ انتم الذين تتظاهرون بانكم تدافعون عن حقوق الانسان، حقوق الانسان، حقوق الانسان تقول اذا قتل اناس براء بجريمة غامضة لم تعرفوا أشخاصها تشفون غليلة في براء، اذهبوا فابحثوا عن خصومكم. المسألة استعينوا بالسيارين الذي تعتزون به ليدلكم على خصومكم. نحن شرفنا الله بالجهاد الذي هو حسن السلام، شرفنا الله بالجهاد الذي هو حسن الامان. جهادنا لا يعلم ابدا تقتيلا للبراء، جهادنا يقول على رسول على لسان رسول الله نعم يوم راى في غزوه من الغزوات امراه قد قتلت وقف مغضبا يقول فيما قتلت هذه، انها لم تكن تقاتل في من يقاتل، فيما قتلت. نعم ديننا في استراليا وعمل هؤلاء الاوغاد في الصرا، نعم يقاتلون الارهاب، يبحثون عن الارهابيين، لو صدقوا لسلكوا السبيل الذي يعرفه كل عاقل. هذه الجريمه التي وقعت يوم 11 ايلول نفذت بوسائل في عمق الوجود الامريكي وبتقنية داخل العمق الامريكي، والذين نفذوا ذلك من الامريكان ممن يوجدون في امريكا. اي عاقل يعلم شيء من الاستخبارات يبدا بمن نفذ، يبدا بذلك العمق. ها هنا يكمن راس الخير، لا أن يقفزوا رأسا إلى بلد نائم بعيد مثل أفغانستان. العمل لم يكن بواسطة الريموت كنترول أبدا من أفغانستان إلى نيويورك واشنطن إطلاقا. وناس في عمق الوجود الأمريكي نفعوا ذلك، قد تكون لهم صلة بناس في الخارج، لكن التنفيذ اليدوي تم في عمق الوجود الأمريكي. اي عاقل يعرف اصغر فن فنون الاستخبارات يقول الخطر الى اين ينبغي ان نبداها؟ حيث تم التنفيذ، نبدا براس الخيط، راس الخيط هنا، ثم اننا نتعقب ونتعقب لكي نصل الى الاماكن الاخرى. الذي يريد ان يبحث عن من فعل هذا بحق هكذا يصنع، يبحث داخل داره، يبحث داخل وطنه، ولكن لأمر ما لا يريدون أن يبحثوا ولا يريدون أن يقولوا إن بلادنا تغلي وتفور بمن يناصبنا العداء وبمن ينفذ خططا رسمت في الخارج، لا يريدون أن يقولوا هذا. ولذلك تركوا الثغرات الداخلية كما هي ورموا بشباكهم بعيدا بعيدا الى افغانستان، وها هي في الحرب يشتعل انوارها لمده شهر او اكثر، ورحاها لا يدور الا على برها. قالوا يعني لا بد ان يذهب معها بعض الضحايا، ماشي الحال، هذه هي الضحايا، اين الذين تقصدون قتلهم؟ قولوا لي كم عثرتم؟ انما هدفكم هؤلاء. أيها الإخوة، نحن المقصودون بهذا، وأفغانستان هي المنطلق، ولكن خاب كل من يريد سورا بدين الله وبالصادقين من عباد الله سبحانه وتعالى. أجل إرهاب، ابحثوا عن الإرهاب في مصانعكم، الإرهاب يصنع هناك في بريطانيا في امريكا ثم يصدر الينا هنا.
الأطفال في مدارسهم يعلمون هذه الحقيقة. الذين يشعرون نيران الفتن من المسلمين بين المسلمين هم عملاء لهم، مسخرين لهم، ينفذون أعمالهم، فهو عمل إرهابي صنعه أولئك الناس أجل. هنالك وسائل كثيرة أيها الإخوة، كلها تنطق، كانت خفية ثم أصبحت معلنة، كلها تنطق بأن كل الفتن التي يشتعل نوارها في البلاد العربية والإسلامية إنما طرحت في العالم الغربي وتم طبقها وإنتاجها ما بين أمريكا وبريطانيا. الفتن هي الإرهاب. من الذين نفقوا في نيرانها؟ هم ثم يقولون نحن نحارب الإرهاب. بعض من هذه الوثائق، مجلة تصدرها أو هي لسان وزارة الخارجية الأمريكية اسمها Foreign Affairs، شؤون خارجية، نشرت مقالا في عام 92 في عدد تشرين الثاني يقول: أفضل الطرق بعد الحديث عن خطر الإسلام، أفضل الطرق لتفادي خطر الإسلام تقطيع جسور التواصل والتضامن بين الدول العربية التي هي المصدر الأول للخطر الإسلامي، ثم العمل على إيجاد أكبر قدر من التشاكس والتناقض بين شعوب المنطقة وحكامها بحيث يصيبها القلق والاضطراب. من الذي يصنع هذا الإرهاب؟ مجلة الشؤون الخارجية الأمريكية تقول هذا الكلام. برنارد لويس يقول في كتاب له اسمه الشرق الأوسط والغرب في صفحة 44، اسمعوا هذا الكلام: إن التغريب في المنطقة العربية أدى إلى تفكيكها وتجزئتها، وإن هذا التفكيك السياسي واكبه تفكيك اجتماعي وثقافي، والواقع أن إلحاق المنطقة بالغرب، الخطة إلحاق المنطقة العربية بالغرب معروف وعندي وثائق لهذا، والواقع أن إلحاق المنطقة بالغرب لم يكن ممكنا إلا من طريق تفكيكها وتجزئتها، ولو أعطيت لأي سياسي في العالم مسألة يسألونه فيها أن يسعى إلى إلحاق المنطقة العربية بالغرب لما اختار غير الأسلوب الذي اختاره الغرب فعلا، وهو تفكيك المنطقة بالفتن الطائفية والتفتيت الاجتماعي والثقافي وافتعال الخصومات. من الذي يثير هذه؟ ليس هذا هو الإرهاب؟ من الذي ينفخ في نيران هذه الإرهاب أيها الإخوة؟ نعم، وهو تفكيك المنطقة بالفتن الطائفية والتفتيت الاجتماعي والثقافي وافتعال الخصومات وتوسيع مواطن الاختلاف والمبالغة في إبرازها. وليس من شك في أن من يسعى إلى هذا، طبعا الغرب يعني، يحزنه مشهد السلام بين الطوائف أكيد، ويسعده اندلاع التقاتل بينهم. يحاربون الإرهاب وهم الذين يسعدهم منظر العرب وهم يتقاتلون. ولعل من يستبعد دور الغرب في إشعال فتيل هذا التقاتل هو واحد من اسمين: خادع أو مخدوع. أعيد: ولعل من يستبعد دور الغرب في إشعال فتيل هذا التقاتل هو واحد من اسمين: خادع يتجاهل، أو مخدوع يعني غبي. أريد من يعني شعوب العالم العربي والإسلامي أن تعي هذه الحقيقة حتى تفسق على هذه الدعاوي التي تقال: نقاتل الإرهاب، نقضي على الإرهاب. أي إرهاب هذا؟ أنتم تقاتلون البراء، أنتم الإرهابيون. هؤلاء مئات الآلاف الذين يرحلون إلى حيث الهلاك، أطفال، نساء،
شيوخ كلهم مما يفرون. أليس من الإرهاب؟ من الذي صنع هذا الإرهاب؟ هل هنالك إرهاب مقدس ذاك الذي ترعاه بريطانيا وأمريكا، وإرهاب منجس ذاك الذي يقوم به المظلومون عندما يدافعون عن حقوقهم؟ من الذي يقبل هذا التصور؟ من الذي يقبل هذا التصور؟ أنا أتكلم نيابة عن العالم الإسلامي وحكوماته، لأن حكومات العالم الإسلامي راقدة. أجل، إلا من رحم ربك وجزى الله خيرا رئيس هذه الدولة البارحة عندما قال ما ينبغي أن يقال وصغر أمامه الرئيس البريطاني كم وكم وكم. أجل، لكن كم وجدنا أن لو كان هذا الذي قال نشيدا جماعيا تفوه به أفواه كل قادة العالم العربي والعالم الإسلامي. جاءني مندوب إذاعة مونتي كارلو قبل أيام يسألني عن الإسلام والإرهاب وموقف كيف يقتل سواح في مصر، كيف يقبل الإسلام هذا؟ قلت الإسلام يقبل هذا؟ هؤلاء الذين قتلوا هؤلاء السياح عملاء لأمريكا، الخطة موجودة في أمريكا. فاستشاط المذيع المندوب الإذاعة غضبا وقال أمريكا تقتل هؤلاء السياح؟ قلت نعم، أمريكا تضحي بحفنة من رجالها في سبيل أن تمزق أمة بكاملها، تفعل ذلك. والدليل انظر هذه هي الوثيقة. أين هؤلاء الذين فعلوا ذلك؟ إنهم الآن في أحضان بريطانيا، أو في بريطانيا الآن. نعم أيها الأخوة، ينبغي أن ندرك هذه الحقائق، ندرك هذه الحقائق. أنا واجبي أن أقول هذا، لا أملك جهادا كالذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أملك أن أقول، وأنا أقل يعني أضعف الإيمان. نعم، ولا دليل آخر سأقوله لكم، كان ينبغي أن لا أقول، لكن ينبغي أن أقول كي تزداد اليقين بثقة ناكرة كيف يكون. أنا في حياتي كلها لم أتهم بالردة ولله الحمد، لم يحكم علي أحدا بأنني قد ارتدت عن دين الله والعياذ بالله. لكن في هذه الأيام عندما بدأت أعري الغرب من هذا الغطاء الذي يمد نفسه به، وعندما بدأت أتحدث عن هذه الوثائق وأكرر الحديث عن ذلك، وقلت هذا في أبوظبي أيضا عندما بدأت، جاء من يحكم علي بالردة، إنسان طبعا باسم مستعار يرسل كلاما في موقع من مواقع الانترنت الكثيرة، يتحدث عن البوتي، هذا الإنسان الذي كفر وارتد وخرج عن دين الله وأصبح خاضعا لحكم الرد، يعني أن دمه هدر إلى آخره. طيب، الغطاء الذي من أجله حكم علي بالرد ما هو؟ كلمات ألقيتها أمام الرئيس السابق رحمه الله وأمام الرئيس الحالي. طيب هذه الكلمات آخر كلمة مضى عليها أكثر من عام، آخر كلمة مضى عليها أكثر من عام، وهي كلها مجموعة اليوم في كتاب لي صدر عنوانه هذا ما قلته أمام بعض الملوك، بعض الرؤساء والملوك. لماذا لم أكفر آنذاك عندما تكلمت؟ نعم، هذا غطاء. التكفير جاء الآن عندما أتحدث عن الهدف الذي تتجه إليه الغرب في حربه التي يغطيها بملاحقة الإرهاب. هنا ظهر موجب التكفير بالنسبة لي. الواقع أن الذي يقول هذا يكفرني، لكن هو عميل من علماء الغرب كلف بأن يقول هذا الكلام لعله يدرك، كأنه يقول افهم ماذا نقصد، أقصر
من هذا الكلام ولا تمن في الحديث عن هذا الموضوع. هذا هو المراد. ماذا ندرك من هذا؟ ندرك من هذا أن هذه الفتن التي تستشري في هنا وهنا وهناك باسم الإسلام، طبعا باسم التكفير يعني مع ذلك، هي عبارة عن تنفيذ لخطة مرسومة طبق ما ذكرته مجلة فورين أفيرز، طبق ما ذكره تقرير مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 91. نعم، والذين ينفذون يأخذون أجورا على ذلك. أقول لكم شيئا أيها الإخوة، قبل 3 أعوام كنت في ألمانيا، كنت في بلدة هانوفر، قيل لي إن مسجد في ضاحية هذه البلدة، مسجد عامر، رواده محبون متحابون متآلفون، لكنهم بحاجة إلى إمام. دخل مسجدهم يوم من الأيام إنسان ذو لحية واسعة ومظهر جيد، صلى فيهم إماما قراءة جيدة، أحبوه، سألوه أن يعني يصلي فيهم وأن يوظفوه عندهم، فاستجاب وأظهر يعني الدلال، ثم إنه استجاب. بعد 3 أسابيع تحول هؤلاء الإخوة المتحبين إلى جماعة بينهم من الخصام ما لا تجد بين الأعداء. ثارت فتن وثارت زوابع من المشكلات وسط الجامع، وقامت المشكلات وكاد الضرب يستشري بينهم. ثم إن هؤلاء الإخوة كأنما استيقظوا من سبات، ما لم نكن هكذا، ما الذي حدث؟ وإذا بهذه الفتن كلها إنما تسربت إليهم من فم هذا الإنسان. جاءوا إليه، تذكروا أنهم لم يسألوه عن اسمه، قال أنا اسمي أبو فلان، اسم حركي، لم يسألوه عن جواز سفره. جاءوا به سألوه، تهرب الرجل، ثم تهرب، ثم إنه اختفى، ثم إنه تبين أنه يأخذ أموالا طائلة من بعض السفارات الأجنبية. مهمة إزالة الشقاق وإزالة الضغائن بين المسلمين في الغرب حتى لا تقوم لهم قائمة. هذا هو الإرهاب. من الذي يصنعه؟ نعم، التكفير. منذ صدر الإسلام إلى اليوم ما وجدنا سلاحا للتكفير يعني يطلقه المسلم، بعض المسلمين مسلمين غشا. في عصر التابعين او تابعي التابعين ظهرت الفرق، لو ظهر التكفير بحق كان لازم بهذا الوقت يظهر، ظهر المعتزله، ظهر الخوارج، ظهر المرجئه، ظهر الجهميه، ظهر المجسده، ظهر المعطله، ظهرت القدريه، ما كفر ولا واحد منهم ابدا. قالوا ان هؤلاء تاهون فسقا، خرجوا عن جاد الصحيح، لكن ابدا ما كفر واحد منهم. الاسلام لا يكفر، لكن اليوم سلاح التكفير اصبح. اين جاء السلاح؟ من اين جاء هذا السلاح؟ خطه ايها الاخوه، خطه. نعم، انا بحياتي لم اجد من يكفرني اطلاقا، وانا لا اكفر احدا، والى هذا الوقت لم اجد من يكفرني، لكن صادفني هذا التكفير والحكم علي بالردة في هذه الأيام التي أتحدث فيها عن هذا الإجرام الذي يتم في حق إخواننا المسلمين. فاعتذروا يا أولي الأبصار. هذا الذي أقوله معناه أن الهدف نحن، الهدف هو الإسلام. تاتشر قالت هذا الكلام، بوش قال هذا الكلام، مسؤول امريكي قبل اليوم مستشار كلينتون قال هذا الكلام، ايطاليا قال، جاء من قال هذا الكلام، كتابات موجوده تقول هذا الكلام. يعني التغطيه لم تعد لها معنى، لم يعد لها معنى. هذا كما يغطي السماء بالاناء، هذا لا يمكن ان يتم. افغانستان عباره عن منطلق، والحبل كما يقول اللغة في اللغة العامية على الجرار. ولو كانت المسألة مسألة ضد الإرهاب لكانت الإنسانية هي التي تتحرك. نحن عندما نلاحق الإرهاب كلنا نلاحق الإرهاب. ما الإرهاب؟ الإرهاب هو تربص
بعض الناس بحقوق الآخرين. كلمة مختصرة، تربص زيد من الناس بحق الآخرين هذا إرهاب، عدوان على حقوق الآخرين إرهاب. أينما وجد هذا هو الإرهاب. نحن كلنا ضد هذا الإرهاب أبدا، باسم الإنسانية نحارب الإرهاب. لو كانت أمريكا تتحرك باسم إنسانيتها لتلاحق الإرهاب لما قال مسؤول منهم اليوم ستظل هذه الحرب طوال شهر رمضان. الإنسانية لا تقول هذا الكلام. الصائمون في رمضان ليسوا إرهابيين. هؤلاء الذين يقتلون عندما يستقبلون شهر رمضان المبارك، وعندما يقولون لله لبيك يا ربي سنصوم نهارنا ونقوم ليلنا ونرد غائلة العدوان عن أنفسنا وبلادنا وأولادنا، لو كانت أمريكا تشعر بمثقال ذرة من الإنسانية لما قال قائلها إن هذه الحرب ستبقى خلال شهر رمضان أيضا. لكن عندما تغيب الإنسانية يتجلى الإرهاب، فهذا العمل هو ذاته الإرهاب، هو ذاته الإرهاب. نعم، مرة أخرى أقول لكم أيها الإخوة، أنا أقول هذا الكلام بالنيابة عن قادة البلاد العربية والإسلامية الراقدين في ماد كماد الأطفال الصغار، وفي مقدمة هؤلاء الراقدين منظمة المؤتمر الإسلامي، اسم بدون مسمى، عنوان على قبر أجل، لكن الشعوب يقظة بحمد الله تعالى، الشعوب يقظة. لا أريد أن أملأ مشاعركم ومشاعري بالأسى، بل أريد أن أقول لكم إن الله عز وجل ناصر دينه، وإن الله عز وجل ناصر عباده المؤمنين ولو كانوا قلة. والله الذي لا إله إلا هو لسوف تدور رحى هذه الحرب أخيرا على رأس أمريكا، ولسوف تكون هي الخاسرة في هذا المضمار. علم ذلك من علم، وجهله من جهل. وخطط رب العالمين خفية تمر في الأنفاق ولا تسير على السطح أبدا، هذه حقيقة. لكن الباري عز وجل يتخذ شهداء، الباري سبحانه وتعالى يبتلي، الباري سبحانه وتعالى يمتحن. أما أن يصل هؤلاء الحاقدون على دين الله إلى مبتغاه في خنق الإسلام وفي تغريب العالم الإسلامي كما يقول هذا القائل، نعم هذا الكلام لا يمكن أن يتم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض فأراني مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. والإسلام يتفجر اليوم في قلب أمريكا. طبعا أيضا من جملة الوسائل هذه وثيقة صهيونية، الصهيونية العالمية تنظر إلى أمريكا. لك عجيب، الإسلام يتفجر في أمريكا أكثر من أوروبا بكثير، 3 أضعاف أكثر. ما العمل؟ ينبغي وضع خطة تنفذ بحيث الشعب الأمريكي يشمئز من الإسلام حتى يكون ذلك ردة فعل في نفسه. ما العمل الذي يمكن أن يدفع الأمريكان إلى اشمئزاز الإسلام؟ هذا الذي جرى الآن يوم 11 سبتمبر. طبعا جرى ووثق بالإسلام والمسلمين. طبعا الناس بدون يتضايقوا من هذا العمل، هيك الإسلام؟ أعوذ بالله، شو الإسلام؟ عبارة عن وحشية، عبارة عن كذا، عبارة عن كذا. هكذا طاب لهم أن يخططوا وينظموا. والحقيقة أن الإسلام ينتشر في أمريكا أكثر. السبب ما في عنصرية بأمريكا، أمريكا عبارة عن مجموعة شعوب مختلفة، لكن في بأوروبا عنصريات تقاوم هذا الشيء. على كل لا، نحن الآن في بحث الجهاد، سنشرح المزيد والمزيد من أحكام الجهاد وأهميته في الدروس الآتية، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها، وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أهلنا، وعافنا في أزواجنا وذرياتنا، ودبر لنا أمرنا كله بلطفك فإنا لا نحسن التدبير، وكلأنا كلاءة الوليد في المهد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك بكبرياء ربوبيتك أن تحطم كبرياء الطغاة والمستكبرين من أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين البراء الذين يقتلون بدون حق. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وبأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل، أن تنتصر لهم وأن تدافع عنهم وأن ترد كيد أعدائك وأعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدته عبادك، اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك، اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعبيدك الشعث العبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا، وأن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.